كابتن عادل الف مبروك، 3 نقاط مهمه قبل مباراه الزمالك. يعني اول حاجه مبروك طبعا، انت لما بتكون في صراع في ولم بنطل الدوري العام، انت ما بعد لو جيت كلمتك في الاسبوع ال20 مش هتفتكر الاسبوع الثاني يعني، بس هتفتكر ال3 بونت اللي انت خدتهم والجدول. احنا كتير قوي بنسال نفسنا يعني، هو الناس بعد ماتش الاسماعيلي يعني افتكرت انه التغير بتاع فرقه النادي الاهلي بحجم النتيجه بتاعت ماتش الاسماعيلي. التغير كويس وجيد وفي تكتيك جيد، لكن مش كل المباريات هتمشي بنفس التوفيق بتاع ماتش الاسماعيلي. في اول هدفين اللي دخل، اول 3 هجمات جبت ال3 اجوان، في حاجات كتير قوي كده. ولكن الاداء النهارده اقدر اقول لك قبل ماتش زمالك طبيعي. ويمكن انت لما بتتسأل انت بتتكلم ناحيه فنيه ولا كناحيه نفسيه؟ لا انا بتكلم ناحيه نفسيه، لانه اكيد انت كباتن كبار قاعدين كلهم لعبوا اهلي والزمالك كتير، بيتكلموا دايما وكانوا دايما بيحطوا مباراه الاهلي والزمالك في ماتش يوم الجمعه اللي جاي، اهلي وزمالك، فكله عايز يلعب، كله عايز يشتغل. لكن الاهم في الموضوع ايه؟ فكر موسيماني في ماتش الزمالك. يمكن انا بالنسبه لي المباراه النهارده انا بقولت الحمد لله ان انا كسبت وخدت ال3 بونت. واداء اللعيبه الشوط الثاني اتغير على فترات، النص الاولاني كويس، النص الثاني غير جيد. الخوف ده جاي ناتج، لو اتكلمنا في الفنيات بعد ما نتكلم فيها كابتن ايمن وندخل فيها هنقول ايه. ولكن اللي انا عايز اقوله لك انه في الاخر انت خدت ال3 بونت ومستني مباراه الزمالك، فيجب انك تحضر فيها. ليه يا كابتن ايمن؟ انا احب ان انا اخش مباراه الزمالك وانا نفسيا ولا زي ماتش الاسماعيلي عندي نشوه كبيره قوي ان انا عملت مباراه جيده وكسبت 4، ولا اني خسران قوي. يعني الوسطيه كويسه، انت كنت متوسط المستوى النهارده، ولكن المهم في مباراه الزمالك اللي جاي، انا ده وجهه نظري، النهارده المباراه خلاص نتجاوزها علشان لا انت حققت فيها الهدف اللي انت عايزه، انك انت خدت 3 نقاط. ما احنا يعني اتكلمت، انا قلت في الاول يا كابتن في الصراع بتاع الدوري دايما ما بتفتكرش الاسبوع الثاني ولا الثالث والرابع. بالزبط. انت لما بتيجي بتحسب اللي بنقط والدوري العام، ما فيش فرقه في العالم بتلعب الدوري كله ال 34 اسبوع كويس. الحاجه الثانيه ما فيش ال 34 اسبوع انك انت، احنا نتمنى ان احنا نكسبهم كلهم ال 34 اسبوع، ولكن في نفس الوقت يعني انت بتشتغل على كذا جبهه وبتشتغل في حاجات كتير قوي. وبعدين انت مشكلتك النادي الاهلي كنادي اهلي قدام الناس كلها انك انت غير. ايوه انت لما بتتعادل الناس بتقول عليك ان انت مش عارف في في المستوى. حسيت النهارده انا كمدير فني وانا بتوسم في الفرقه اللي انا لعبت فيها في مباراه الاسماعيلي وعملت الفوز الكبير ده والاداء الكبير ده، ان في لعيبه النهارده ما ادتنيش نفس المعطيات في الملعب النهارده كمدير فني. ولا الفرقه الثانيه؟ لا الخصم مختلف برضو، خلي بالك. الخصم مختلف، بس انت عندك كلاعيبه كنت انت مستني منها النهارده شكل يوازي الشكل بتاع اول مباراه. فحصل النهارده ان في جهد زي ما انت بتتكلم نفسيا بقى او بدنيا او اي حاجه، حصل له ادخار ما شفناهوش النهارده حتى بعد ما جبنا الجول. ولا يمكن فرقه البنك كان بيدافع اكتر، فرقه الاسماعيلي كان عايز يهاجمك، فلما بيهاجمك فرقه الاسماعيلي بيبقى فيه مساحات كبيره، مفيش مساحات. لكن النهارده هم واقفين كل واحد ورا واحد، انت عندك الدفاع كله في البنك الاهلي متقارب، المقربين جدا من بعض، بيدافعوا ب8 واحيانا 9، والعاشر بيبقى على مدد وبينزل. انا وانا بتفرج بس خلينا نتكلم.